تصوروا الآن إنه ريادة الأعمال هي مجرد مشروع للربح، لا، ريادة الأعمال هو تحول كبير في شخصك، هو أسلوب للحياة، نهج للحياة، يجب أن تكون جاهز له. أنت قد تكون رائد أعمال وفي نفس الوقت أب رائد الأعمال، وأنت أخ رائد الأعمال، وأنت ممكن تشتغل في العمل التطوعي رائد أعمال، وممكن عندك التزامات أخرى. كيف تستطيع أن توازن بين هذا وذاك؟ هنا المحك الحقيقي عموما. لذلك أوجه رسالة لجميع رواد الأعمال الذين يريدون أن يكونوا رواد أعمال، سواء الذين في المدارس على مقاعد الدراسة الآن، ولا أستثني صف معين من الصف الأول حتى الصف الثاني عشر، يجب أن تمتلك ثلاث أشياء رئيسية لديك وتقويهن وتتعلمهن. المفروض أن يكون لديك تركز على ثلاث مصطلحات: أم والأس والتي. الأم المايندسيت عقليتك، الأس السكيلز اللي عندك، والتي التولز الأدوات اللي أنت تملكها. إذا استطعت أن تطور هذه الثلاثة بشكل مركز وبسيط، أنا أضمن لك أنك تكون رائد أعمال، رائد أعمال ناجح، وأيضاً مواطن وإنسان ناجح في نفس الوقت. أما بالنسبة للعقلية، فركز على خمس عقليات: عقلية النمو، عقلية التعلم، عقلية الصمود، وعقلية الأداء العالي. أربع عقليات، أعتذر، أربع عقليات. عقلية النمو يجب أن تركز فيها على عقلية النمو وكيف تطور نفسك مقابل عقلية الثبات، أيضا عقلية الوفرة مقابل عقلية الندرة. ستجد كثيرين من زملائك في المدرسة، كثير من زملائك في الجامعة، كثيرين من زملائك رواد الأعمال، كثيرين من زملائك الذين فشلوا في مشاريعهم، كثير من زملائك الذين نجحوا في مشاريعهم لكنهم لا يحققون نمو أو لا يستطيعون تطوير هذه المشاريع. ستجد لغتهم السلبية كبيرة جدا: السوق تعبان، فلوس ماشي، تدفقات لا توجد. هذه نظرة الندرة. أنت انظر للموضوع نظرة الوفرة. الخير موجود حتى في الحروب التي تنشأ في دول فيها حروب كثيرة، تجد ناس عندهم تجارة ويربحوا وينجحوا في الحرب نفسه. إذا فما بالك في دولة مستقرة قائمة الآن على رؤية عمان 2040، وأنا مطلع على الرؤية وشغال عليها الآن. نعم، في غموض حاليا، وهذا شيء طبيعي لأنك أنت قاعد تؤسس الآن من الجذور إلى ما تنمو الشجرة وتكبر وتشوف الثمر. أنت كمزارع الآن أخي العزيز أيها رائد الأعمال، لما يزرع البذرة يسقيها ويسمدها وتكبر وخيرها، ولكن لما يجي يحصدها في أسبوعين، لكنه حقيقة قاعد يزرع فيها يمكن 6 شهور إلي ما صارت هذه الثمرة. فأنت لا تستعجل على الثمرة، الثمرة راح تجيك.